بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة خفيفة ولذيذة وكلنا بنجمع على حبها، وهي الشاورما. طبعا الشاورما كلنا بنحب نشتريها من بره ونروح افخم المطاعم عشان ناكل شاورما، وكل محل له نكهة معينة بتشد الزبون لاكل الشاورما عنده. هنعمل الشاورما النهاردة بشكل متقارب لأفضل المطاعم اللي احنا بنحب نجيب من عندها الشاورما. هنبتدي طبعا الأول بالبهارات بتاعتنا. أنا هعمل تقريبا كيلو إلا ربع صدور دجاج مقطعاها ومجهزاها. هنزل بقى الأول بالتوابل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنزل بالحاجات السايلة، عندي حوالي 3 معالق زيت كده عشان أنا بستخدم صدور دجاج، صدور الدجاج عندي بتبقى ناشفة، فعايزة ايه يعني اخليها جوسي شوية. هنزل بمعلقة من الكاتشب وبيدي لها طعم خطير جدا الكاتشب، وهنزل بيه البهارات، وهنزل الاول كمان بمعلقتين من الخل. الخل وظيفته هنا انه بيخلي صدور الدجاج، لان هي طبعا بتبقى عبارة عن خيوط ناشفة، بيطريها وبيخليها سهلة في المضغ وفي الاكل. هننزل بالزبادي بتاعتنا، عندي معلقتين زبادي بتطري برضو الانسجة معايا وبتخليها حلوة زي ما احنا شايفين كده. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ملح. طبعا الملح عندي بيبقى على قد الاكلة اللي انت بتعمليها. انا عندي كيلو الا ربع، هنزل تقريبا معلقة الا ربع من الملح زي ما احنا شايفين، وهنزل عليه بشطة نص معلقة كده من الشطة الحمراء عشان احنا بنحب الاكل سبايسي، ورشة صغيرة كده من البابريكا الباردة، وممكن تستخدمي البابريكا المدخنة تبقى حلوة جدا في الاكلات اللي زي كده. وعندي طبعا اساسي الفلفل الاسود معلقة صغيرة كده، واي اكله فيها فراخ لازم ندخل فيها الهيل الباودر المحبش اللي احنا حاطين في مستكة، وجوز الطيب، وورق لورا، طحنينهم كلهم مع بعض، يبقى الهيل الباودر اساسي. رشه عندي من الكزبره الجافه، رشه بسيطه جدا عشان ناخد ريحتها. وعندي كمان رشه من الزنجبيل يبقى حلو جدا مع الشاورما. وعندي معلقة من الثوم المفروم، مش معلقة يعني حوالي 4 فصوص كده. وعندي كمان عصير ليمونة، ننزل بالشكل ده عشان تضيع عندي ريحة الزفارة نهائيا. انا غسلة الفراخ بتاعتي كويس جدا ومتأكدة ان مفيش ريحة زفارة ولا حاجة. هقلب كل المكونات دي مع بعض كده. ممكن تضيفي عصير برتقان لو متوفر عندك، ممكن تضيفي نص برتقانة كده، بس انا هستكفي بكده. هقلبه كويس جدا الخليط ده. بسم الله. هضيف معايا شوية من الثوم البودر والبصل البودر، عندي رشة بسيطة كده من الثوم البودر، انا حاطه ثوم فريش اساسي ورشه بسيطه بس من الثوم البودر، وهحط كمان رشه من البصل البودر، رشه صغيره جدا بس للريحه كده. ابقى خلصت كل البهارات بتاعتي، هتودي الشاورما كلها في حته تانية خالص. انزل بقى بسم الله، اشيل الوسك بتاعي، عندي كيلو الا ربع من صدور الفراخ مقطعاها بالحجم ده زي ما احنا شايفين عشان تبقى طريه وجوسي ما تنشفش معايا. انزل بيها بقى على التتبيله بتاعتي واقلبها كويس جدا. يفضل طبعا ان التتبيله دي الشاورما تبات فيها ليله كامله، بس لو ما عندكيش وقت يعني اقل حاجه تسيبيها فيها ساعتين عشان تشرب من المكونات دي كلها وتديك الطعم اللي انت عايزاه.
لكن ما ينفعش طبعا خالص ان احنا نتبل ونسوي على طول. يفضل تماما ان هي تبات فيها، ولو ما فيش وقت ان هي تبات ومستعجلة ممكن تعمليها قبل التسوية بحوالي ساعتين، ساعة من ساعتين لثلاثة، بتسيبيها كده في التسوية. ولو عايزة تفرزيها في الفريزر بتسيبيها على رف التلاجة في كيسة، وبعدين تده حوالي ساعتين على الأقل يعني عشان تشرب من التتبيلة. ولو عايزة تفرزيها بقى وتشيليها في الفريزر لوقت تاني، ممكن بعد الساعتين تكون شربت من تتبيلتها واتطعمت تشيليها بقى في الفريزر، لأن احنا عارفين احنا ما بنشيل الحاجة في الفريزر من قبل ما تشرب التتبيلة ما بتلحقش تشربها، لأن هي بتتجمد على طول وما بتاخدش من التتبيلة. هنسيبها بقى كده بعد ساعتين أو ثلاثة، ونبقى نعملها مع بعض ونشوف في وقت التسوية هنعمل ايه. ودي هننزل بالطاسة دي على النار كده ونسيبها تسخن قوي، ونجيب معلقتين زيت بساط عشان احنا كنا حاطين زيت واحنا بنتبل الشاورما، فمش عايزين نكتر الدهون، ونسيبه يسخن قوي قوي. وبعد كده هننزل بالشاورما بتاعنا اللي احنا متبلينها مع بعض. دلوقتي الطاسة بتاعتي سخنت قوي، هنزل فيها بالشاورما. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اسمع الصدمه دي. هسيبها شويه، مش هقلب فيها عشان ما تنزلش ميتها. بقى اقلبها، خدت لون من الوش التاني. هفضل بقى معاها لحد ما تستوي سوا كامل، هتاكلي احلى شاورما ان شاء الله. هبتدي اقلب فيها لحد ما تنشف معايا وتستوي سوا للكامل. على نار عالية عشان ما تنزلش المية وتبقى جوسي وحلوة. ولحد ما الشاورما بتاعتي تستوي احنا هنعمل صوص التومية. انا عندي بياض بيضتين فصلتهم دلوقتي عن الصفار، شلت الصفار وبعدين طبعا مش هنرميه، هنستخدمه في حاجات تانية. معايا بياض البيضتين دلوقتي، هاخد عليهم ذرة ملح، وهاخد نقطة خل، خل أبيض عادي، وعصرة ليمونة، وثلاث فصوص ثوم أو أربع فصوص ثوم على حسب ما بتحبي الثوم ظهر فيها أو لا، وعصرة الليمونة زي ما قلنا عصرة صغيرة كده. ونبتدي بقى نضربهم. نجيب الزيت طبعا، معانا حوالي ربع كوباية زيت. بسم الله كده، ونشوف تاني. ننزل نضربهم في الكبة او في الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما يتلبقوا معانا صوص كريمي. وكده زي ما احنا شايفين عملنا صوص التومية، بنفضل نضرب فيه لحد ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. شايفين ما شاء الله هو حلو كده، لسه هيدخل التلاجة شوية، وممكن تحتفظي بيه لمدة اسبوع في التلاجة عادي، تجهزيه ويبقى عندك موجود. تحفة جدا، ريحته خطيرة، ما يختلفش عن بتاع المطاعم الكبيرة، وببساطة وبسهولة عملناه في البيت عشان نقدمه مع الشاورما. نجيب بقى صوص الكاتشب، نحطه في الناحية التانية.
وبكده انا خلصت الشاورما كمان ريحتها وهمية جدا وطعمها خطير. ممكن ندوق مع بعض. تحفة جدا. التتبيلة خيال. وده يا حبايبي شكل الشاورما، شكلها شهي جدا وطعمها تحفة قوي. وطبعا لازم يبقى جنب الشاورما بطاطس محمرة، ودي الصوصات، صوص التومية اللي احنا عملناه مع بعض، وده الكاتشب احنا مش بنحبه كتير، والخيار المخلل. اساسيات الشاورما. هنلف بقى الساندوتش بتاعنا ونشوف مع بعض هنعمله ازاي. هنجيب الخبز بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده، طري وتحفة. هنبتدي بقى نفرده على الرخامة كده. طبعا انا منضفة الرخامة بتاعتي زي الفل. هبتدي اعمل تانية كده في اول الرغيف، تمام، عشان دي اللي هحط عليها الحشوة. هبتدي اجيب الشاورما بتاعتي. بسم الله. بالشكل ده. حشوة زي ما انا عايزة. اجيب صوص، الصوص بتاعي بتاع التومية. طبعا كل واحد بيحط على قد الكمية اللي بيحب طعمها موجود. اخد بطاطس. تمام. وعندي ترنشات الخيار المخلل اللي هي اساسي في سندوتشات الشاورما. لو بنحب الكاتشب ناخد طبعا شوية كده عشان السندوتش بتاعنا يبقى متكامل. ونلف السندوتش من الجنبين كده ونبتدي نقفله على بعضه علشان ما يوقعش معانا كده. وناخده بقى على الجريل. شايفين السندوتش تحفة ازاي؟ هنروح بقى على الجريل عشان نحمصه. انا عندي الجريل هنا زي ما انا شايفة سخن جدا، حطيت فيه معلقة زيت كده مشيتها عليه علشان السندوتش بتاعي يتحمص. على ما يتحمص من الناحية دي اكون عملت واحد تاني. دلوقتي انا عملت واحد تاني، انزل بيه كده جنب السندوتش الاولاني وابتدي اقلب السندوتش الاولاني زمان اتحمص. الله الشكل التحفة. شايفين اخد معايا التجزيعة بتاعت الجريل وفي نفس الوقت اتحمص وبقى مقرمش وكريسبي. اعمل التاني. وبكده نبقى احنا عملنا سندوتشات المطاعم، الشاورما السوري والعيش السوري والتومية وكل حاجة في البيت بنظافة وبطريقة سهلة ومبسطة تقدري تعمليها. وما تنزليش تشتري من الاكل الجاهز من بره، توفري تكاليف وتوفري نظافة اكل هيدخل معدتك. حاجة جميلة جدا وسهلة. ويا رب يكون عجبكم الفيديو ونشوف مع بعض. لازم نضغط الساندوتش كده علشان ياخد شكل الجريل، التجزيعة والتقليمة دي. نبتدي بقى نخرج الاولاني نشوفه كده مع بعض. تبارك الله مقرمش جدا خطير. نشوف التاني ابتدى ياخد لون اهو وقرمشة. نحاول نضغط عليه كده من الناحية التانية. اللي بيحب السندوتشات كريسبي هيعمل الحركة دي، واللي بيحبها طرية عادي مش لازم يعملها خالص، هيبقى برضو الطعم خطير ووهمي. وبكده يا حبايبي احنا خلصنا الشاورما، شكلها شهي جدا وريحتها خطيرة. انصحك تعمليها. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله.